أخي الكريم، بالنسبة لاختصاص العلاج الفيزيائي يعني بشكل عام في سوريا هو عبارة عن اختصاص مهمش، أغلب الناس ما بتعرف عنه شيء، وللأسف حتى الأطباء مريضهم على العلاج الفيزيائي. أي متى لازم يحولوه؟ يعني لازم يحولوه في الوقت المتخصص، ما حدا عم يحولنا مريض في الوقت المناسب. يعني بيجينا إصابة وترية بعد بسنة محاولينها، إصابة الأوتار من كمشي أخذت شكلها الطبيعي والتصاقاتها صارت كلياتها متليفة، ايش فينا نعملها؟ ما فينا نعملها شيء. إضافة لذلك بتجينا دورات من 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 برا، بيروحوا بيبعتوا عليها ناس ما لهم علاقة في الاختصاص أبدا، ما لهم علاقة. نحن بنوجه نداء للعالم اللي عمال بتعمل دورات برا، ياخذوا أقل شيء أخي طلاب علاج فيزيائي، طلاب علاج فيزيائي يكونوا متخصصين مشان يستفيدوا من الدورات برا. يعني نحن بالنسبة لنا في 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 سوريا في الأساس العلاج الفيزيائي والطب كلياته لغة إنجليزية ما في معه، فعم بيطلع لبرا على الدورة، أشو فائدته من الدورة؟ وإضافة لذلك إسا هو ما في الأساس مو طالب علاج فيزيائي ولا اختصاص علاج فيزيائي، وبالتالي بنوجه نداء إنه ياخذوا اختصاصيين، ياخذوا ناس تكون الثورة تستفيد منهم، الشعب السوري المنكوب يستفيد من الناس اللي يطلعوا لبرا يرجعوا، مو بس نطلع ناخذ نعمل دورة ناخذ مصاري ونرجع. بدنا هالكادر اللي يطلع لبرا يكون مؤهب ويرجع على البلد يخدم لأبناء الشعب المنكوب، يخدم هالإصابات العصبية. عم يطلع الواحد بيرجع تعال نشوف شو انت بتحسن تعمل، ما بحسن بعمل شيء لأنه في الأساس مو اختصاصي.